لم تكن فلسطين في يوم من الأيام منذ أن جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فكره وشرعه وهداه. ففلسطين لمن يقرأ القرآن ويطالع حديث العدنان محمد صلى الله عليه وسلم يجد أنها كانت هنا القبلتين، لكن قبل هذا هي مهجر إبراهيم ولوط، وهي ميلاد المسيح عليه السلام، وهي قبلة الأنبياء قبل محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلما فرض الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فريضة الصلاة في العام العاشر من بعثته، أمره الله جل وعلا أن يجعل قبلته بيت المقدس. وظل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال 3 أعوام في مكة، و17 شهرا بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يستطيع أن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فكان صلى الله عليه وسلم إذا توجه إلى بيت المقدس جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فاستقبل قبلتين في آن واحد.